وهكذا عن الشيخ الألباني من سار على السنة هؤلاء ألبانيون وغير ذلك. وللأسف الشديد أن تجد في هذه الأزمنة المتأخرة ممن ينسب إلى السنة أن يطلق مثل هذه الألقاب وهذا البهتان على أهل السنة والجماعة، على أهل السنة والجماعة ممن كان يتوقع أنه يقف عضدا لأهل السنة والجماعة في قتالهم للرافضة وفي جهادهم لهم، وأن يعز أهل السنة والجماعة بمن قتل منهم. إنك لتأسف من كلمة يخرجها ربما لو سمع البعض من قائلها لتعجب الناس، هذا رجل ينسب إلى السنة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي يصف أهل السنة والجماعة في دمات وشيخها الحجوري وطلاب العلم بأنهم حجاورة، فرقة حصرية بدعية شاذة خارجة عن السنة ومنهج السلف، لا يمثلون إسلاما ولا يمثلون سنة.